أكتر شركة إنتاج أضافت لاسم رامي صبري هي شركة عالم الفن، أبيض ولا أسود؟ أكيد طبعاً شركة عالم الفن شركة كبيرة، ومحسن جابر راجل عظيم، وأنا اشتغلت معاه الوحيد اللي نفذ العقد اللي مكتوب وأكتره كمان محسن جابر. خلافاتك مع طارق العريان سبب استبعادك من تقديم برنامج صولة مع أصالة، هو البرنامج ده خلافات خلافات أبيض ولا أسود؟ هو طارق كان ساعتها هو المنتج اللي بينتج لي شغلي، وعملت معاه أحلى أغاني حياتي، وهو اللي اكتشفني وكنت فخور جدا على فكره انا مع طارق العريان، يعني لحد دلوقتي بص انا بكلمك وانا مبسوط واني مش معايا او مش معاه. طب ليه ما عملش البرنامج صولة مع اصلا؟ اديني سبب بقى، قول لي سبب. لا عملت حلقتين مع انك غنيت مع اصلا. غنيت مع اصلا دويتو. غنيت مع اصلا دويتو، ده كان قبل الخلافات طبعا. قبل الخلافات؟ لا ده كان في الاول خالص لما كانت لسه هي بتحب طارق اكيد. ما اعرفش فاستجابت. لا استجابت يعني اللي طلبه. لا هو ما طلبش والله، هي أصالة بس من أنا أول استغربت يوم. إن أصالة عملت معاك الأغنية يعني، وأنا بتفرج على السي في بتاعك قلت برضو أصالة أكيد كانت يعني قديمة وأقدم منك وصوت قديم وكده، إزاي قبلت إنها تعمل الدويتو ده؟ إزاي قبلت؟ طبعا إزاي قبلت، لأنه دي هي كانت نجمة كبيرة قوي وقتها. دي حقيقة هي نجمة كبيرة طول عمرها في الأول يعني. دي حقيقة، هي حبت أصالة إن أنا لما غنيت أول ألبوم، أنا نجحت في أول ألبوم بس حاسس ان انا عايز انجح اكتر، يعني انت المفروض تاخد اكتر من انت المفروض تحط في حته اعلى من كده، هي احساسها وقفت جنبك عشانك ولا عشان طارق؟ فقالت لطارق انا عايز اعمل دويتو مع رامي صبري. شفت بقى، وقفت جنبك عشان طارق. ما اعرفش ليه، عشان لان إيه؟ كنت انت كان طارق هو اللي بينتج لك الالبومات بتاعتك. لا ما اعرفش يعني ايه، بس انا عارف ان اصاله يعني بتحبني. طب لو ما كانش طارق بينكم انتوا الاثنين كنت هتعمل معاك الاغنيه دي؟ اكيد لا، لان ما كانش فيها هيبقى فيها علاقه. شفت بقى، شفت بقى انه كان واسطه كوسه. ما اعرفش. شفت انها كانت كوسه؟ والله والله كانت كوسه. والله ما اعرف. شاطر قوي انت. طب بس قول لي ما عملتش صولة ليه؟ السبب اللي ما خلاكش تعمل صولة؟ هو البرنامج ده اصلا كان فكرتي انا، والفكره دي انا عملتها في البيت عندي، كان طارق قاعد هو واصاله وشيرين وكذا حد من الفنانين، وكان عيد ميلادي فقلت له الفكره عندي بيانو ودرامز وحاجات كتير كده مزيكا، فكل واحد قاعد على اله، فواقف انا على الباب انا وهو بقول له دي فكره برنامج طارق، قال لي تصدق صح مظبوط اتكلم كده هو. طب بس يعني دي مش مكتوبه، دي فكره كده جات لكم انتوا. انا بقول له يعني. انا بقول له الفكره دي، بص انا بص دي فكره برنامج يعني، طب ما تيجي نعملها انا واصاله يعني، فقال لي اوكي نعملها واصاله. بعد فتره بقى كبيره لقيت اصاله هي اللي بتعملها لوحدها ساعتها يعني. طلعك بره الموضوع. قال لي امشي بره. ورضيتك بحلقتين؟ لا 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 ما عملتش معاها حلقه. لا عملت معاها خلاص بقى بعد كده، بعد ما خلاص بقى كده. طب ما عملتش مشكله ليه وهي فكرتك؟ ما اقدرش اعمل مشكله مع اصاله. طيب احنا دلوقتي ابيض واسود خلصت.